السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، كي دايره الاحوال؟ شفتوا المهراز ديال النحاس؟ راه يدير تمام. عندي جوج غادي نبيع. راه ملي هذا غادي نبيع، راه يدير تمام، راه نحاس وصغار والنحاس القديم. شحال من وحده قالت لي ودي الراجل ديالي كيشرب، وخاصه يقطع الشراب ابراهيم، او لا خويا كيشرب وقطع الشراب، ومصدعنا ومربجنا ومخلينا ننعس ولا والو، ودبس يعني شراب في الشراب. واحد النهار فاش قلت له، قالت له دم الحلو، قالت لك وحده لا حرام، وهاد هو حبيبتي، واذا اللي قرقب في الشراب ماشي حرام. وانتي خيتي كيف كيف، هذاك حرام وذاك حرام، ولكن حنايا الحلو في الدول العربيه كيصيدوه في الغابة، ولكن كي ياكلو ناش تعمو مي خوالي ياكلو الحلو داك نتاع الخلا، ياكلو ويبيعو الجلد ديالها. بصح إلا مشيتي عند العطار يعني العشة، كلشي تلقاي لا ظهر الحلو ولا عظم الحلو ولا شعر الحلو ولا جلد الحلو ولا ودنين الحلو ولا عينين الحلو، كلشي كتلقاي عند عشة، ما يوريهلكش بصح خازنها لتحت. هو ماشي حرام، انت راكي باغي الدواء يا حبي تحيدي يعني المصيبه اللي ديما مصدعك، يعني ديما مبهدلك، ما مخليك لا تنعسي لا والو، لا انت لا ولادك، مقلل عليك العيشه. يعني هو ما فكرش نهار الاول مي غادي يشرب، شربو زعاف باش يبرد، ولكن حصل فيه يعني الجيب والعقل، وزاد الدراري الحضان متلف له العيشه، يعني كل يوم النقير وكل يوم مشاكل، يعصبك انت ويعصب ولادك ويعصب امه ويعصب خواتاته ويعصب كلش. وتلقى المراه مسكينه غير تشري تمشي عند الفقهاء يكذبوا عليها ما يديروا والو، تمشي عند صحاب الرقيه يضربوها بنص ويجمعوا لها البسطه، يعني سرقوها بالعلال، ما فيها لا حكم مؤبد ولا حتى شي حاجه. شتي حبي، وابراهيم من يقول لك هذه الوصفه تقولي له حرام وحلال، يعني راه هو بداته حرام، يجي هذاك حاشاك يتقيا وريحته خانزه وكل شيء، ويضل مع الدراري على برا وكل شيء، وحالته حاله وجاي ويصيح. هنايا الاوروبيين كيشربوا يا اختي الشراب وكيجبد جريده ويبقى يقرا وعادي وكلش، حنايا يشرب يطرو ديال الشراب ولا يفضح كاع الجيران ماشي ويصيح، تقولي داير الإغاثة بحال اللي مات شي واحد، ماشي ويغوت ويسب في عباد الله، ماشي ويسب. أو الله حنايا الدراري هنا في أوروبا كيديرو، مين توحشو ما عمرو عيطو لوالديهم كيسحرو، تما ماشي يسحرو كيسكرو. حنا هنا الولاد أوروبا كيديرو حتى يسكرو ويكون قاتله الهم وتمر ما يصيفط لوالديه، وديك الليله من راه سكران عادي تفكر الوالد دياله وخوته ويبقى يحكي ويبكي، وهادي مين في خيتي مرت ما تفكرتهوش مي كنت صح، يعني تفكرته غير من راك سكران. شتو النفاق؟ حنا هادو ولاد اوروبا كيديروه هنا، مازال يسكر 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 وتما عادي عيط لامه ولا باه يكون ناسيه وسنين، ويبقى يبكي وقتلتني تمارة ودعكتي وباغي نتزوج وباغي نتعوج. مين انتي خيتي كلشي تبهدل. حنايا ديك النهار قلت لكم دم الحلوف دقة بطلة، بحال هنا بنات اوروبا ساهلة كتمشي لكسميته كاريفور ولا الكورت انجليز وتشري حلوف صغير من دوك الصغار، كيقول لها خابالي فيتناميتا، هادوك الصغيورين هادوك فيتناميتا دوك الكحل اللي كيربيوه ويخرجوه في سناق، هادوك تمشي تشريه تخسر الفلوس، غادي تشريه رخيص الله اعلم يديرو شي 60 اورو ولا 70 اورو ولا اورو، تشريه يا اختي غادي تشريه مدبوع، ولا تشريه تاني كين بالانترنت داير. الا ما بغيتيش ديري تاني كين تاع الحلو غادي ندرك تاني كين واحد الوصفه واحده اخرى، تشريه يا اختي حي بالانترنت كيبيعو، تشريه وتذبحيه وداك الدم تحجري كاع داك الدم تجمعيه، وتبقاي كل مره ديري له في الشراب وتخلطي له وتعطيه دقه بطل، لان
هنا درتو حياتي هي الاول وهاني تهنيت. شتي حبي وانت غادي تبقى حرام وحلال وقالا وقلتي وهذه، وانت تهني المصيبه غادي ديريها غير مره. قالك الا كان فيه الدواء حلال، لان غادي ديريها غير مره ولا جوج مرات غادي تحيدي المصيبه، ويولي الراجل يخدم ويسقط الطريق ولا ولدك ولا بنتك اللي يشرب. راه تاع بناتي يشربوا ماشي غير ولاد، راني شفتو انا في اوضه الوجده المسيره كل جدهم كيشربوا وهنايا كيشربوا تاني كي. حتى البنات هادي صالحه لهم، لا بغا يقطع الشرا شي نهار نقول لكم ديال الحشيش وديال القار عاود. اه ما بغيتوش ديروا هاد الخلطه هادي غادي نوريك تاني كي. عندنا دم الحلوف، وتجيبي ديري له شويه مسك. دم الحلوف راه كاين في الدول العربيه، دم الحلوف وديري له شويه ديال المسك غير واحد شويه، وديري له شويه فاسخ شويه، وديري له شويه ديال لبان الدكر غير شويه. العبار حساب عدسه يعني العدس، تهزي عدسه هذاك هو العبار من الفاسخ والمسك، وتخلطيهم عشرة وتعطي دقه بطل، وتبقاي تعاودي له تعاودي. ماشي تقولي غير مره وتعيطي لي ابراهيم، راه لا عاودي له وعاودي له. الا ما بغيتيش هذا الشيء غادي نوري لك ثاني كل العبار كاش كاين. حنايا عندنا المرأة من تولد اول مرة كتولد المرأة، يعني كتزيد. من كتزيد المرأة كيقول يلا عاد رضعت، عاد باغية ترضع وكلش. احنا هذاك الحليب نتاع الاول اول رضيع ديالها خاصنا هذاك الحليب، اللي عندها اختها ولا اللي عندها امها باش تعاقلوا على هذه الوصفة راها زين، لان كيديروها في العربية وراه ما حتى شي واحد ما خرجها. عندنا الحليب، الحليب المرأة مي تكون باغية ترضع تكون عاد الحليب الاول، ما نعرف الله اعلم يقول لها حليب الفطة، الله اعلم يقول لها حليب الفطة ما نعرف. هذاك الحليب احنا عندنا به الغرض تكون عاد غادي ترضع هذاك الحليب الى لقينا اختنا ولا بنت خالتنا تساعدنا في هذا الشيء، لان خاصنا احنا ذاك الحليب. هذاك الحليب ملي تجبدوه اليوم راه كاين واحد كيسميتها هنايا في اوروبا، انا شفت شحال مره مسكينه ما تقدرش دير ودايره ديك كيسميتها فاش باش تجبد هذاك الحليب. غادي هذيك المراه نطلبوا منها الحليب اول مره، هذاك الحليب نخلطوه مع الشراب دقه بطل دقه بطل. عاود ثاني كاين الرضيع ديال الله زاد، يلاه زاد من يغسلوه هذاك الماء، هذاك الماء ديال الغسيل ديال داك الدري ولا الدريه اللي زادت، هذاك الماء زيننا كاع داك الماء نحجروه ونجمعوه ونبقاو كل مره نخلطوا له مع الشراب دقه بطل. هذاك عندنا الحليب وعندنا الماء، شوفوا شحال عطيتكم وصفه. اما الدري حنا مين كيزيد كيقطعوا له، هنا يقول له لوم بليكو كيقطعوا له ديك الصر. هذاك شويه اللي شيط هنايا كيعطيو لهم كادو، كل مره كيعطيوها واحد الطروسو، يعني كاين ديالنا اللي كيرميوها. هذاك راه فيه المنفع، هذاك تشدي هذاك راه يقلع حتى السحر، والمره اللي ما عمرها تولد كتولد به. هذاك غير واحد شويه هذاك حنا نشدوه ونبقاو نقطعو كل شويه ونديروه لها في اليوترو ديال الشهر دقه بطل، ما عمره ما يدور. اها غادي نمشيو حنا للمقبره، عندنا بنتنا تسكر ولا ولدنا يسكر، غادي نمشيو للمقبرة. المقبرة هو هذا القبر، القبر هو هذا. حنا غادي نمشيو للقبر، من نمشيو للقبر راني عارف قالوا لي ما يخليوكوش تدخلوا وكل شيء بصح حادي عسينكو وكل شيء. القبر حنا ساهله، غادي نديو غير جوج حجرات، غادي نمشيو للقبر ونشوفوا السميه بحال اللي عندي، سميت اللي راه يشرب الولد ديالك سميته محمد، غادي نمشيو لشي مقبرة يكون فيها سميت محمد أو فاطمة كتسكر. نمشيو ندبرو على في المقبرة شي وحدة سميتها فاطمة، يعني غير الاسم، حنا ما عندناش الاسم العائلي، ما غادي نعاقدو ما غادي يا ختي نطلقو، حنا خاصنا غير الاسم. سمعوا مزيان، غادي نمشيو للمقبرة، الراس هنايا والرجلين هنا، غادي نهزو حجرة من لهنا
ونهزو حجرة من لهنا، حجرة من الراس وحجرة من الرجل، غير صغيرة. أنا درتكو هذه كبيرة غير صغيرة، إلا لقيتو كبيرة كبيرة أحسن، وإلا لقيتو صغيرة صغيرة غادي نهزو هذه الحجرة، واحدة من الراس، واحدة من الراس ديال هذاك فلان، لأن خاصها يكون بحالها بحال ولدك الاسم، أو الله بحالها بحال بنتك. غادي نهزو حجرة من لهنا ونهزو حجرة من لهنا. كاين الربيع هنايا في المقبرة، ديما كتلقاو شي قبورة فيه الربيع، هذاك الربيع حنا خاصنا نقلعو، نقلعو شوية ديال الربيع. من نقلعو داك شوية ديال الربيع اللي فوق القبر، السمية خاصها يكون بحالها بحال الولد ديالك اللي سكر، ولا الراجل ديالك سكر، ولا البنت ديالك اللي كتسكر، والبنت اللي ميتة. يعني حنا غادي ما غاديش نتعداو على الميت، يعني حنايا غادي نداويو، لأن تاهو غادي يعطينا دعوات الخير واخا راه ميت، لأن غادي نلدو. غادي نجيبو حجرة من لهنا من الراس وحجرة من الرجلين، ونجيبو الربيع اللي تما فوق كسميت، غادي نجيبوهم حنايا ونفيضوهم بيه وبداك الشيء، وكل مرة نديرو لها في الشرة، كل مرة نديرو لها في الشرة، دقة باطلة. شتي حبيبتي، عندنا دم الحلوف، عندنا الحليب نتاع الرضيع الأول، وعندنا الماء نتاع الدري من يكونوا يلاه غسلوا له كلش، يلاه أول مرة هذاك الماء يعني غير كيزيد نغسلوا له، وعندنا تلكن من نقطعوا له السرة النص ديالها، وعندنا الحجر ديال الميت من الراس وممكن سميته، وعندنا الربيع. هذه وصفه ما يديرها لكوش قعود، خاصه بصحاب الشرع، بغى الله يعفي على جميع المسلمين والمسلمات، بغات بنت والله، لان انا سلكت راسي دم الحلو والحليب، لان انا هنايا عندي صديقه ديالي في رمليه ويدبروا لي كلش، انا كلشي نجيبه، الحاجه اللي بغيتها كنجيبها، والعشبه اللي ما عنديش نقلب عليها ونلقاها، الا ما لقيتهاش عند العشاب العربي نمشي عند العشاب اسبانيول كنلقاها عندها. وكاين شي وحده تقول خويا ما لقيتش وقت، باغي داوي حبي، تحرك تحرك، الا يطيح عليك الحيط، ولا طاح عليك الحيط ما يهزك حتى شي واحد. كنموت عليكم، السلام عليكم.